فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من طاف على القبر، أو عياذا بالله يقول داس على المصحف، أو داس على المصحف، أو سب الله، هل يكفر أو لا يكفر حتى يسأل عن قصده؟ ما شاء الله، يدوس على المصحف ونقول له وش قصدك؟ من قال هذا؟ يدوس على المصحف وتقول له وش قصدك؟ قصدك حسن ولا ما هو حسن؟ يطوف على القبر وتقول له وش قصدك؟ ما يحتاج سؤال هذا، هذا ما يحتاج سؤال. أول شيء هذا بدعة طواف على القبور، ثانيا أنه ما طاف عليه إلا لأنه يرجو من الميت، يرجو من الميت، لو لم يكن يرجو من الميت ما طاف على قبره. القبور كثيرة ما طاف عليها، لما طاف على هذا دليل على أنه يعتقد فيه، فلا يجوز هذا. العبادات من فعلها لغير الله فإنه مشرك، ولا نسأل عن ما في قلبه وش قصدك وش ما. نحن نحكم على الظاهر وعلى الأفعال، على الأفعال خاصة. من قال يا علي تقول وش قصدك؟ هذا دعاء، دعاء لا يكون إلا لله، هذا شرك واضح. هذا كلام المرجئة، هذا السؤال هذا إنما يقوله المرجئة الذين موتوا السنة وموتوا الملة، وقالوا الناس جهال والناس اسألوهم عن مقاصدهم. لو سجد للصنم يقول لا تكفروا، ربما أنه اتخذ الصنم سترة، سترة بينه سترة المصلي. هذا الكلام السامج، هذا يقوله أحد عنده علم أو عنده إيمان، لا يجوز هذا. إن ما لنا إلا الظاهر، نحكم بالظاهر، وأما القلوب فلا يعلم ما فيها إلا الله عز وجل. نعم.